ممكن أن نتحرك مع أشقائنا سواء كان في الخليج سواء كان مع إيران بتحالفنا. الخليج مطبع مطبع يا معود. من اللي مطبع أخي؟ من اللي مطبع؟ ترجعني على إسرائيل. الكويت ما مطبع. أنت ليش تتهم الآخرين؟ لا مطبع. ما مطبع. لا مطبع. أربع دول بالخليج العربي مطبع. ممكن هذا ما خلي إيدي يعني. أنا ما خلي إيدي. أنا أنا أبو إدارة الدولة ولا طاوشي عم يخلوني دم على الجماهير. هذا الكلام مو دقيق. القوات الأمريكية. أروح الخليج. شنو الخليج؟ الخليج. أي أنت ما أنا طبعا سليمة أخي. ما طبعا عندي مقاومة. عندي مقاومة. يلا وعندي دستور. أطلع الأمريكان بالدستور والمقاومة. روح طلعونا يا أنتم 100% شيعة. روح طلعوا لي إياهم دبلوماسيا بدون إراقة دماء.